أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واسك السلام على المبعوث رحمه للخلائق اجمعين سيدنا المصطفى ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين نحن في المراحل الأخيرة من مبحثنا المعنون بكيف زُيّف الإسلام، والذي نحاول من خلاله أن نعرف كيفية نشوء النسخة المحرفة المزيفة من الدين الإسلامي العظيم، تلك النسخة التي تسمى اليوم مع شديد الأسف مذهب أهل السنة والجماعة. وقد كنا في المحاضرات السابقة نبحث في إطار الفوارق الاعتقادية بيننا نحن المسلمين الحقيقيين اتباع اهل بيت النبوه صلوات الله عليهم وبين جمهور المخالفين وكان كلامنا يتمحور حول اصل التوحيد والايمان بالله تبارك وتعالى ما هي تلك الفوارق التي تفرقنا عن المخالفين في نظرتنا لله تبارك وتعالى تبين من خلال المحاضرات السابقه ان الاله الذي نعتقد به هو الاله الذي لا يشبه البشر ولا المخلوقات والاله الذي لا جسم له، لا صورة له، لا مكان له، لا زمان له؛ لأنه خالق كل هذه الأشياء. فلا يمكن أن يحد بحد، أو يحيز بحيز. وهو الاله الذي ننزهه عن كل نقص. وننسب اليه او نثبت فيه كل كمال. هذه هي الصفات الالهيه عندنا. صفات الرب الذي نعتقد به. اما عند المخالفين فقد تبين لكم كيف انهم يؤمنون باله له صفه البشر. له جسم كاجسام البشر وقد حددوه ووصفوه فقالوا انه شاب امرد له راس له يدان له ساقان له قدمان له اصابع له عينان له صدر كل أعضاء بدن الإنسان أثبتوها في الله تبارك وتعالى إلا أمران اثنان شيئان اثنان هما اللحية والفرج. ثم عرفنا أنهم ينسبون إلى هذا الإله النقص ولا ينزهونه عنه انهم ينتقصون الذات الالهيه ويطعنون فيها حينما يروون في صحاحهم واحاديثهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه واله ان هذا الاله في يوم القيامه يرفع اثوابه لكي يظهر ساقه للناس هذا التصرف الذي يعزف عنه كل ذي مروءه ينسبونه الى الله تبارك وتعالى حينما ينسبون الى الله عز وجل أنه يتنكر يوم القيامة فيظهر بصورة تختلف عن الصورة التي يزعمون أن المؤمنين يعرفونه بها. واليوم نستمر في بيان ما يعتقده المخالفون من صفات لهذا الاله الذي يعبدونه ذلك الشاب الامرد الذي هيئته كهيئه العروس والذي مع شديد الاسف يظنون انه الاله الذي اثبته القران الحكيم وارشدنا الى عبادته رسول رب العالمين صلى الله عليه واله وسلم. بين يدينا مجموعة من الروايات التي تشير بشكل واضح إلى أن القوم يعتقدون في إلههم أنه إله مستهتر. متهتك يقوم بافعال صبيانيه والعياذ بالله يهزا بعباده المؤمنين ويفضحهم في جنته ويثبتون له ايضا انه يتضاحك وهذا مما يثير السخريه فضلا عن الالم اذ كيف لله رب السماوات والارض المنزه عن كل عيب ونقص ان يتضاحك او يضحك الضحك من صفات البشر كيف يصدر الضحك من الانسان انه يصدر من خلال هذا النفس المتقطع المتدافع باستخدام فم الانسان ولهواته من هناك يصدر هذا الصوت الذي يعرف بالضحك فهل لله فم ولهوات حتى يضحك وعلى ماذا يضحك الذي سنفاجأ به أنهم يروون روايات حقيقة تسيء لله تبارك وتعالى وتجعله أو تصوره على أنه إله يعجبه أن يهزأ بعباده ويتضاحك عليهم حتى وان كان عباده هؤلاء ممن حكم بدخولهم الجنه. نحن شيعه اهل البيت نرفض نسبه هذا الى الله تبارك وتعالى ونعتبره اثما، اما عند المخالفين فتجدون هذا مثبتا عندهم في مصادرهم المعتبره كصحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند احمد وسنن ابن ماجه وغيرها من مصادر الحديث المعتبره عندهم فيها احاديث مكذوبه على رسول الله صلى الله عليه واله تتضمن طعنا وانتقاصا من الله جل جلاله وما قدر الله حق قدره هذه الاحاديث التي نذكرها لكم انما ننقلها اليكم من باب ناقل الكفر ليس بكافر مع كامل اعتقادنا ويقيننا طبقا لما علمنا اياه ائمتنا صلوات الله عليهم ورسولنا صلى الله عليه واله قبلهم في المصادر الحديثية والروائية لأهل البيت. نحن قاطعون بأن أمثال هذه الأحاديث المسيئة لله تبارك وتعالى لم تصدر قط عن نبينا صلى الله عليه وآله وإنما هي في واقع الأمر أحاديث كعب الأحبار اليهودي، ووهب بن منبه اليماني، وتميم بن أوس الداري، ومن أشبه من علماء اليهود والنصارى الذين استقدمتهم السلطات الانقلابية الغاصبة كحكومة أبي بكر، وعمر وعثمان ومعاوية لكي تروج هذه العقائد اليهودية والنصرانية في أوساط المسلمين. وما يعضد هذه الحقيقة حقيقة أن هذه أحاديث إسرائيلية ونصرانية أننا نجدها جلها مروي عن اولئك الذين اثبت التاريخ انهم كانوا من كبار تلامذة كعب الاحبار وتميم الداري ومن اشبه كأبي هريره مثلا واضرابه فلنبدأ مع الروايه الاولى روى البخاري في صحيحه في الجزء الثامن الصفحه مئه وثمانين ومسلم ايضا في صحيحه في الجزء الاول الصفحه 113 وثلاثه عشر عن ابي هريره ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ هل تشتبهون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه. هذا صدر الرواية. وقد تقدم منا أن الرؤية محال على الله تبارك وتعالى لسبب عقلي: وهو أن كل مرئي يكون من الممكنات؛ لأنه يتحيز بمكان، ولا بد أن يقع عليه شعاع حتى يُرى، ولسبب نقلي أيضاً: وهو القرآن الحكيم الذي اثبت عدم امكان رؤية الله بقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، فإذا لا يمكن ان يرى الله. اما قوله عز من قائل: وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة، فتفسيره كما ورد عن أئمتنا الأطهار: صلوات الله عليهم الى امر ربها ناظره، اي انها تنتظر رحمه الله وامره عز وجل. كما ورد في تفاسير اخرى ايضا عن ائمتنا الاطهار صلوات الله عليهم ان الرب في يوم القيامه هو محمد صلى الله عليه واله وكذا نفسه واخوه علي بن ابي طالب صلوات الله عليهما أطلق عليهما الرب كما يطلق مثلا على كبير الأسرة رب الأسرة بهذا اللحاظ وبهذا الاعتبار. وهذا تفصيل لسنا في وارده الآن. فإذا صدر الرواية بحد ذاته محل إشكال شرعا الا ان ما يهمنا هو ما جاء في اخر الروايه في ذيلها يقول نسبه يروي ابو هريره عن رسول الله كذبا وزورا طبعا انه قال ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة. يزعمون في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه واله يتحدث عن مجريات يوم القيامة. فيقول بعدما يدخل المؤمنون ويمتحنون وما أشبه ويدخلون الجنة يبقى رجل واحد هذا الرجل مقبل بوجهه على النار. هو اخر اهل النار دخولا الجنه اخر من يعتق من النار لكي يدخل الجنه ثم يشرح او يبين ما يجري لهذا الرجل فيقول ذلك الرجل اي ربي اصرف وجهي عن النار فانه قد قشبني ريحها خشبني ريحها أي آذاني ريحها وأحرقني ذكاؤها يعني أحرقني لهيبها لهيب النار فيدعو الله بما شاء أن يدعوه ثم يقول الله هذا الرجل من المفترض أن يذهب إلى النار لكن يدعو الله انه الهي اصرف وجهي عن النار، ادخلني الجنة. فالله يجيبه بهذا الجواب: هل عسيت ان اعطيتك ذلك ان تسالني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا اسالك غيره. الله يجيبه يقول: انت سالتني ان اصرف وجهك عن النار، يعني لا اجعل النار تجرك اليها. هل تريد شيئا اخر غير هذا؟ اذا اعطيتك هذه الحاجه، واحللتك من النار، اعتقتك من النار، هل تريد شيئا اخر؟ فالعبد يقول لا وعزتك لا اريد سوى هذا ولا اسالك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء. يعطي الله عهودا ومواثيق على أنه لن يتقدم بطلب آخر سوى هذا الطلب وهو أن يصرف الله وجهه عن النار ويرتاح من عذاب النار إذا هو لم يسأل الدخول في الجنة إلى الآن فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ذلك الرجل ورآها سكت ما شاء الله أي يسكت ثم يقول: اي ربي، قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت، ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. أنت أعطيتني عهدا وميثاقا انه لن تسال حاجه اخرى وانت سالت فقط فكاك رقبتك من النار وانا اعطيتك هذه الحاجه فكيف تسالني الان ان تقبل ان تقدم الى باب الجنه انه تقترب يسمح لك بالاقتراب من باب الجنه ما اغدرك يا ابن ادم فيقول اي رب ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيت هل عسيت إن أعطيت ذلك إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ الله عز وجل مرة أخرى يكرر نفس الكلام، إذا أعطيتك الآن هذه الحاجة الثانية وهي أن تقترب إلى باب الجنة، فهل ستطلب حاجة ثالثة؟ فيقول لا وعزتك لا اسالك غيره ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه الى باب الجنه. يقترب الله يسمح له ايضا بالحاجه الثانيه فيقترب هذا الرجل من باب الجنه. فاذا قام الى باب الجنه انفهقت له الجنه. انفهقت له الجنه يعني انفتحت له، توسعت له. فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. في المرة الثالثة ينقض عهده وميثاقه ويطلب حاجة ثالثة وهي أن يدخل الجنة مع أنه كان من المفترض أن يكون من أهل النار. فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي لا أكونن أشقى خلقك فلا يزال يدعو هنا محل الشاهد فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه الله يضحك يضحك هكذا عليه فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه الله عجب هذا التصرف من هذا الشخص شوية ضحك الله والعياذ بالله فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة رواية أخرى أيضا يرويها البخاري في صحيحه في الجزء الثالث الصفحة 210 وعشرة ومسلم في صحيحه في الجزء السادس الصفحة أربعين أيضا تثبت هذه الرواية ضحك الله عز وجل على ما يزعمون وهي أيضا مروية عن هذا الرجل اللعين الكذاب أبي هريرة تلميذ كعب الأحبار اليهودي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان يدخلان الجنة الله يجد رجلين يتقاتلان وأحدهما يقتل يقتل الآخر والله في ذلك الموقف يضحك يضحك لماذا يضحك؟ لأنه كلاهما الله سيدخلهما الجنة كيف؟ نفس الرواية موجود السبب الذي ذكره ذكروه ووضعوه على لسان رسول الله يقول: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. بهذا التبرير. رواية ثالثة رواها أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الرابع الصفحة الحادية عشرة وابن ماجة في سننه في الجزء الأول الصفحة الرابعة والستين عن أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ضحك ربنا شوف هذا التعبير بحد ذاته يستنقص مقام الله عز وجل. الله يضحك، والمشكله عند المخالفين كما بينا انهم اتباع ما يسمى مدرسه الظاهر ياخذون الايات والروايات على ظاهرها فيثبتون ما ورد فيها على الظاهر، لا يؤولونها. مثلا لو كانوا يؤولون هذه الروايات يؤولون الضحك على انه ارتياح الله مثلا وان كان هذا التعبير ايضا لا يخلو من اشكال يعني ان الله عز وجل يعجبه هذا الامر وهذا التعبير ايضا محل اشكال لا اعرف كيف اعبر حقيقه لان هذا ربنا تبارك وتعالى حدوث هذه الحالات وطرو هذه الحالات عليه أمر محال هذه من حالات البشر البشر عنده ضحك وعنده قهقه وعنده ارتياح وعنده انقباض وما أشبه حتى صفة الحب أن الله يحب مثلا قوما لما نعبر هذا لا يعني ما أننا نماثل أو نساوي بين هذه الحالة عند الله تعالى وعند بما هو حاصل عند البشر. لا نقول هذا تعبير مجازي لا اكثر ولا اقل، يعني حقيقته لا نعرف ولا يمكن ان نقول ان حب الله لقوم او لاحد كحبنا نحن لبعضنا البعض. اذا قلنا هذا فقد اشركنا. فعلى اي حال المخالفون لا يعمدون الى تاويل هذه الاحاديث لو انهم عمدوا الى تاويلها مثلا لكان يمكن ان نتقبل هذا الاعتقاد منهم على علاته يعني على الاقل نلتمس لهم عذرا اما المشكله انهم لا يثبتونه يثبتون هذا الكلام على ظاهره فيقولون نعم الله يضحك وهذه مأساة عن أبي رزينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ضحك ربنا من قنوط عباده قنوط عباده يعني شدة يأس عباده وقرب غيره يعني العبد حينما ييأس الله يضحك عليه أنه لم تيأس مع أنه يقترب التغيير سأغير حالك فيما بعد فيزعمون أن الله في ذلك الموقف والعياذ بالله يضحك يضحك على عبده هذا قال قلت أبو رزين يقول قلت يا رسول الله أو يضحك الرب ربنا يضحك مستهجنا وها هنا دلالة واضحة على أن مقولة ان الله يضحك امر تستهجنه الفطرة الانسانية لان الانسان مجبول على الفطرة الفطرة التي فطر الله الناس عليها لو لم يكن في مسألة ضحك الرب محذور لما وجدنا ابا رزين يستهجن هذه المقوله على حد ما يثبتونه طبعا و يقول او يضحك الرب هذا يشير الى انهم لما وضعوا هذه الروايه ارادوا ان يقضوا على الاستهجان الذي من الممكن ان يتحصل في اذهان قراء هذه الروايات أنه كيف يضحك الرب العالم حينما يرى أمثال هذه الروايات يرفضها فوضعوا رواية أخرى حتى يقولون نعم إن رسول الله سئل هذا السؤال أو يضحك الرب وأجاب نعم قلت يا رسول الله أو يضحك الرب قال نعم قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يعني ما دام ربنا يضحك فاذا لن نعدم الخير منه ستاتينا خيرات كثيره منه لانه هذا الاله مفرفش والعياذ بالله اله يضحك مرتاح والانسان المرتاح بطبيعته يغدق بالخيرات على الغير لانه يكون في مزاج جيد هذه هي النظره البكريه لله والعياذ بالله نظرة تقص الله عز وجل وما قدر الله حق قدره رواية أخرى يرويها مسلم في صحيحه في الجزء الأول الصفحة 120 عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل تقريبا شيء مشابه لتلك الروايه لكن بتفصيل اخر اخر من يدخل الجنه رجل فهو يمشي مره ويكبو مره يسقط مره وتسفعه النار مره شويه النار تصيبه فاذا ما جاوزها التفت اليها التفت الى النار فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك أن, إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها يعني الله يعذره رغم أنه يعلم أنه هذا الرجل كاذب في دعواه، لكن لأنه لا صبر له على تلك الشجرة فإنه يدنيه منها حتى يستظل بظلها. فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها، ويشرب من مائها هاي الشجرة الثانية وفي كلتا المرتين الرجل خالف عهده وميثاقه لكن الله لأنه يرى أنه لا صبر لهذا الرجل على هذا الأمر يعطيه إياه وهنا يتبادر هذا السؤال أنه إذا هل كان الله عز وجل عالما بما هذا الرجل أم لا لما يعني يدرجه هكذا ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي؟ ما يشبع هذا الرجل. أي ربي؟ أدنني من هذه لأستظل بظلها، وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب. هذه لا اسالك غيرها وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها فاذا ادناه منها فيسمع اصوات اهل الجنه فيقول اي ربي ادخلنيها مره رابعه يطلب حاجه رابعه انه ادخلني الجنه فيقول يا ابن ادم ما يصريني منك ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها شلي فكني منك طلباتك كثيره ايها العبد هل ترضى انه اعطيك ما تريد وفوقها الدنيا ومثلها معها هل تريد هذا فشوفوا جواب الرجل قال يا رب اتستهزئ مني وانت رب العالمين تستهزئ مني شوفوا الرائحه الاسرائيليه التي تنبعث من امثال هذه الروايات رائحه اليهوديه اتستهزئ مني وانت رب العالمين فضحك ابن مسعود راوي الخبر فقال: ألا تسألوني مما اضحك؟ <applause> فقالوا مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقالوا مما تضحك؟ يا رسول الله، قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. يعني رب العالمين يضحك والعياذ بالله ورسول الله صلى الله عليه وآله يضحك مع أنه ورد في الروايات أن ضحك رسول الله الذي هو على خلق عظيم لم يكن سوى التبسم كان رسول الله ضحكه التبسم لا أكثر ولا أقل لا أنه يتضاحك و تحدث عنده حالة القهقه والعياذ بالله هذا ينافي الجلال فكيف إذا كان الأمر منسوبا لله تبارك وتعالى إذا هذه هي نظرة المخالفين مع الأسف إلى الله عز وجل فيما يتعلق بالضحك إله يضحك والعياذ بالله ولم لا إذا كانوا قالوا عن الله انه شاب امرد وانه يفعل كذا وكذا ويدخل بما يشبه الحمل الحفله التنكريه يوم القيامه فكيف لا ينسبون اليه الضحك؟ يصبح مسألة تصبح مساله الضحك ها هنا امرا يسيرا يعني روايه اخرى وهذه الروايه غايه في الوقاحه حقيقه أيضا ينسبون فيها إلى الله عز وجل أنه كأنه يقوم ببعض الأفعال الصبيانية حيث يفضح عباده المؤمنين في الجنة ويستفزهم ويبتزهم بتذكيرهم ببعض ذنوبهم في الدنيا ببعض غدراتهم كما ورد في الروايه. فكأنه اله والعياذ بالله شقي مستهتر يتشاقى مع عباده المؤمنين في جنته. لاحظوا هذه الروايه التي لا شك كل مسلم غيور لا يقبلها على مقام رب العالمين. تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. روى الترمذي في سننه في الجزء الرابع الصفحه 685. وابن حبان في صحيحه في الجزء السادس عشر الصفحه 468. عن سعيد بن المسيب الذي هو عند المخالفين من كبار التابعين. عن سعيد بن المسيب انه لقي ابا هريره نعود نلف وندور ونرجع الى ابي هريره الذي نكتشف بان كل الاوساخ والقاذورات في كتب الحديث ترجع اليه وهو شيخ المضيره عن سعيد بن المسيب انه لقي ابا هريره فقال ابو هريره: اسال الله ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنه. ابو هريره يقول لسعيد بن المسيب: ان شاء الله الله يجمعنا في سوق الجنه. فيتعجب سعيد بن المسيب: افي الجنه سوق؟ ماذا يبيعون ويشترون في ذلك السوق؟ فقال سعيد: افيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، هنا بين قوسين أذكر أنه في بعض رواياتهم ورد في صفة هذا السوق أو هذه السوق أنها ليس فيها بيع ولا شراء، وإنما فيها صور الرجال والنساء. فاذا اشتهى الرجل صوره دخل فيها وهذا تعبير فيه من القبح ما لا يخفى افيها سوق قال نعم اخبرني رسول الله ان اهل الجنه اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه. يوم الجمعة يؤذن لهؤلاء المؤمنين الذين نزلوا في الجنة على قدر منازلهم بفضل أعمالهم. مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا يزورون ربهم فماذا يحصل؟ ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم الله عز وجل يبدو لهم يظهر امامهم في روضة من رياض الجنة على حد زعمهم. نحن نؤمن بأنه الله لا يرى مطلقا حتى رسول الله صلى الله عليه واله لم يره ولن يراه لا يمكن لأنه لا يمكن للمحدود الممكن ان يحيط باللا محدود اللا متناهي الذي ليس كمثله شيء الذي لا يمكن ان يتحيز بحيز لا يمكن للممكن ان يحيط بواجب الوجود ورؤية الله إحاطة أنت حينما ترى شخصا ترى هذا المبنى فإنك بنظرك أحطت بهذا المبنى هذا تصغير لله لا يمكن أن نقبله على حال ينسبون هذا الأمر إلى الله ولا تتوقف شناعة الرواية في هذا المقطع هنالك تفاصيل أخرى أشنع ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم، يعني أدنى هؤلاء المؤمنين منزلة، على كثبان المسك والكافور. قلت: ابو هريره يزعم انه قال يا رسول الله وهل نرى ربنا تساؤل يرجع الى حقيقه كون هذا الاعتقاد مناف للفطره وهل نرى ربنا قال نعم هل تتمارون في رؤيه الشمس والقمر ليله البدر تتمارون يعني تشكون تشتبهون في رؤيه الشمس والقمر ليله البدر قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس اللي في يوم الجمعة في روضة من رياض الجنة حيث يبرز لهم عرش الله ويتبدى لهم الله جالسا على عرشه ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة الله مع واحد واحد يجلس والعياذ بالله يحضره حتى يقول للرجل منهم الله يقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان اتذكر يوم كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا انظروا الى المهزله الله بعدما غفر لعباده وادخلهم الجنه يفضحهم يستفزهم والعياذ بالله يستخدم هذا الاسلوب القبيح معهم وهو ماذا؟ ان يذكرهم بغدراتهم في الدنيا يذكرهم بآثامهم بمعاصيهم يجلس مع الرجل منهم فيقول: يا فلان ابن فلان أتذكر يوم كذا وكذا؟ تتذكر في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية أنت فتحت التلفاز وبدأت تنظر إلى راقصة أو تسمع أغنية وكنت تعصيني في ذلك الموقف أتذكر؟ تتذكر شنو كنت تسوي؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب الم تغفر لي بعد ليش الفضيحه ليش تفضحني يا رب الم تغفر لي فيقول بلى فسعه مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه الى اخر الروايه التي لا تهمنا هذا التصرف بالله عليكم قبيح أن يصدر من الحكيم أم لا حتى أقرب المفهوم إلى الأذهان أكثر أنت رجل وعندك ابن طفل في فترة المراهقة ارتكب بعض الأخطاء أنبته عليها حاسبته في حينها لكنك غفرت له ذلك سامحته تخيل أنه بعد عشرين سنة ابنك كبر وتزوج وأنجب وصار رجلا عاقلا تأتي أنت وتجلس معه وتذكره بغدراته تذكره بآثامه تذكره بذلك الموقف تذكر يوم هالشكل كنت تسوي كيف يكون شعور ابنك في هذه الحالة لا شك أنه يأسى يتأذى من ذلك يقول لك يا أبي لِمَ تذكرني بهذا؟ وثم يشتكي ربما إلى إخوانه إلى زوجته إلى أصدقائه أنه والدي إلى الآن لم ينسى هذا الفعل مني، دائما يستفزني بمثل هذا الكلام. فالعرف ينظر ها هنا في مثل هذا الموقف إلى فعل هذا الوالد وينزله منزلة القبح، يقول هذا فعل قبيح، هذا فعل غير حكيم. بعد كافي. فهذا الامر ينسبونه الى الله وهو الحكيم. هل من المعقول ان يصدر منه مثل هذا الفعل؟ واين في الجنه؟ عجبا للقوم الذين يزعمون انهم على دين الاسلام. وهم لا يلتفتون إلى هذه الترهات وهذه المخازي التي يروونها والتي يقدحون فيها في الذات الإلهية على أية حال قد مضى منا الكلام أن المخالفين في عقيدتهم في التجسيم والتشبيه تشبيه الله بخلقه تجسيمه جعله ذا جسم له اعضاء محدده ينطلقون من بعض الايات في القران الحكيم لاثبات هذا الاعتقاد. وضربنا مثالا على ذلك في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. وبينا معنى هذه الآية الكريمة وقلنا إن الله لم يقل يوم أكشف عن ساقي قال يوم يكشف عن ساق كما تقول العرب في أشعارها في كلماتها مثل هذا التعبير لل للدلالة أو كناية عن الخطر العظيم الذي يقع في ذلك اليوم كما ورد قول الشاعر كشفت لكم عن ساقها وبدا من الشر الصراح. كذلك ها هنا مثال اخر قوله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. هذه الايه ايضا يقولون انها اثبتت وجها لله. وهم بغبائهم لم يفهموا الايه. الايه واضح انها مجازيه. في اثبات الوجه لله عز وجل، يعني الوجه لا يمكن ان يؤخذ على حقيقته، لماذا؟ لان الايه ذاتها وصفت الوجه بانه ذو جلال واكرام، ذو هنا اسم الاشاره هذا يعود على الوجه، لان الوجه مرفوع وذو مرفوع، فاذا يرجع ذو على الوجه، لو كان الجلال والاكرام صفتان للرب لكان ينبغي أن تكون الآية هكذا ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام لأن ربك مجرورة فتأخذ اسم إشارة ذي فهنا صفة الجلال والإكرام صفتا الجلال والإكرام تعودان إلى الوجه وبهذه القرينة نفهم أن الوجه ها هنا مجازي وليس حقيقيا اعتباري وليس حقيقيا لماذا لانه ما من وجه فيه عضو حقيقي اسمه جلال ولا عضو حقيقي اسمه اكرام وانما هاتان صفتان اعتباريتان الوجه فيه صفه حقيقيه عين وجنه مثلا انف نعم هذا صحيح اما ان نقول وجه فيه جلال على نحو الحقيقه لا المجاز هذا لا يقول به قائل. فاذا نفهم من هذه القرينه الموجوده في الروايه في الايه ذاتها ان الوجه ايضا انما هو مجازي اعتباري وليس حقيقيا. المخالفون مشكلتهم انهم لا يتدبرون في القران. ولا ياخذون بتفاسير اهل بيت العصمه والرحمه والنبوه من ال محمد عليهم الصلاه والسلام حتى يفهمون القران كما ينبغي، رغم ان نبينا صلى الله عليه واله اوصانا بالقران والعتره، تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي اهل بيتي، انت لازم تكون تفهم أنه ما تأخذ تفسير القرآن من غير العترة وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض هذا مع هذا ملازمة على طول الخط فالقرآن مع أهل البيت وأهل البيت مع القرآن القرآن هو أهل البيت وأهل البيت هم القرآن لو انهم رجعوا الى ائمه اهل البيت عليهم السلام لعرفوا معاني هذه الايات الكريمات ولما اوقعوا اوقعوا انفسهم في الكفر والشرك وسائر هذه المحاذير التي اشتملت عليها كتبهم الاعتقاديه والحديثيه على السواء تتمه هذا ان شاء الله في الحلقه المقبله حيث سنعرض من باب المقارنة عقيدة أهل البيت أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم في الله تبارك وتعالى وحينئذ يظهر الصبح لذي عينين هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعام